لفتت زوجة اللاعب المصري محمد صلاح ماجي صادق الأنظار بعد إطلالتها الأخيرة في حفل تتويج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم بعد انتهاء مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث بدت أكثر رشاقة بعدما خسرت الكثير من وزنها. وهكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة زوجة محمد صلاح. بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتقدوا أن زوجة محمد صلاح قد خضعت لعملية تنحيف، إلا أن الكابتن مينا سمير أعلن أنها كانت تتابع معه وكانت تتبع نظاماً غذائياً صحياً مع ممارسة العديد من التمرينات الرياضية. تعرف محمد صلاح على زوجته ماجي صادق في سن المراهقة وتزوجا في 17 من كانون الأول من العام 2013 في مصر في زفاف حضره العديد من المشاهير مثل حمادة هلال وسعد الصغير، وللزوجين ابنتان مكة وكيان. حصلت ماجي صادق على شهادات عليا وتعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، كما أنها مسؤولة عن منظمة محمد صلاح الخيرية وهي من تدير أعماله.